السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مصعب طنجاوي، مدينة طنجة، مربي الأنواع الببغاء المقتنية إن شاء الله والجميع إن شاء الله. مرحبا بالجميع. اليوم غادي نشوفوا معنا واحد الطريقة غريبة في البيروكي جري دي كابو، أنه كيقدر يكتشف يعني ما بين اليدين، يعني طريقة يعني بحال اللي نسميوها يعني خدع، حاليا نقول لكم خدع سحرية، والبيروكي يقدر يكتشفها. شوفوا معنا في هذا الفيديو، ونتمنى للجميع اللي عجبوا هذا الفيديو هذا يعمل له مشاركة اخوتي، باش كل شيء يتفرج وكل شيء يتولع معنا وكل شيء يعرف هاد الطيور الجميلة ان شاء الله، يعني باش كتميز والذكاء ديالها الخارق باش كتميز به. مرحبا كوكو، هذه زريعة ياك؟ لا ما تاكلهاش، انت تعرفها فين مشات. برافو برافو كوكو، برافو برافو. نعاودوها مرة أخرى إن شاء الله. ها هي؟ لا برافو يعني. مرة أخرى نعاودوها، ماشي أمام الأعين ببغاء، يعني وراء الظهر، يعني باش ما يشوفها ما والو. كيف ما كتشوفوا معانا، ها هي وغادي نحطها في هاد اليد هذا. برافو برافو ليك الغزال ديالنا، برافو برافو.